أو محافظة درعا. مجزرة جديدة يضيفها نظام الأسد إلى سجله الإجرامي في مدينة طفس هذه المرة، وعلى نفس الطريقة الخسيسة والبشعة، وهي الإعدام الميداني بحق مزارعين تم اختطافهم ليلا من قبل حاج زيار بين مدينتي طفس ودرعا، ليتم العثور عليهم اليوم بين مدينتي طفس وداع على خط السابلين على بعد 500 متر تقريبا من هذا الحاجز اللعين، جثث هامدة ومشوهة، الشهداء تم استهدافهم بالرأس ومن مسافة قريبة برصاص الحقد الأسدي. الإعدام الميداني كان حاضرا أيضا اليوم في مدينة الحراك التي ما زالت تقدم الشهيد تلو الآخر، هذه المدينة دمرتها عصابات الأسد وقامت اليوم بذبح ثلاث شباب بالسكاكين بعد أن تم اعتقالهم على أحد حواجز المدينة مدينة الحراك. نريد أن ننوه بأن النظام لم يعد يعتقل من يختطفهم عن الحواجز الثابتة والطيارة، بل يقوم بإعدامهم ميدانيا، فمعظم شهداء المحافظة في الآونة الأخيرة أعدموا ميدانيا على يد هذا النظام. بلدة نعيمة أيضا قبل قليل تعرضت لقصف عنيف من منطقة البانوراما وأيضا من حاجز الابرنت. عند في الدخان تصاعدت في بلدة نعيمة القصف عنيف، يعني أصوات الانفجارات تسمع من البلدات المجاورة لبلدة النعيمة. مدينة نوى كذلك الأمر استهدت إطلاق نار كثيف في ساعات ما قبل الغروب في المدينة، وحصلا أيضا على طريق السيل نوى الجديد تم استهداف ميكروباص أيضا في هذه المنطقة، وكان إطلاق نار يعني من أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة في هذه المنطقة في مدينة نوى. المحطة أيضا اليوم زفت لنا شهيد البطل المشام دانس مادي، تعرض أيضا لإطلاق نار من قبل حاجز طيار في منطقة المحطة. اليوم كان هنالك تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء محافظة درعا على عشر منخفض يعني في المنطقة الشرقية، قام أيضا بقصف منطقة اللجاء منطقة الجسري التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام. هذه المنطقة منطقة اللجاء بشكل ليلي ونهاري من المدفعية والطيران المروحي التابع لهذا النظام. درعا البلد أيضا لليوم الرابع والحملة مستمرة، اليوم تم تدمير بيوت بشكل كامل، منها منزل صالح حسن المحامي تم تدميره بشكل كامل، أيضا مسجد أيضا بيت شيخ مسجد أو مسجد أبو بكر تم تسميته بالأرض. هنالك يعني هنالك عملية تهجير للمدن في محافظة درعا، لدينا مدن الآن خالية من سكانها. واضح قيصر حبيب، شكرا لك حتى اللحظة على كل هذه المعلومات.